خديجة البيضاوية كانت كتعاني تقريبا 9 شهور من المرض ديالها. كان العلاج كيكون في بنورج، تم النقل ديالها ديتها للمستشفى العسكري انا والابنه ديالها، كنت انا دائما معاهم في الرباط وكنبات تما ولا كنديرها نافيت. الايام الاخيره تدهورت الحاله ديالها، ما بقاش كتقد تنوض، ولاو كيزيدوا ليها الدم الاحمر ولا الضغط عندها، الاكسجين قل، السكر كيطلع، راكم عارفين الحاله ديال المرض. كتهضر معانا كتقول لنا بغيت نشرب بغيت الماء، تنقول لها واش خاصك شي حاجه، كتشد مسكينه التسبيح كتبقى تصلي بعينيها، ولكن ما بقاش كتقدر تنوض نهائيا. وحنا ما عمرنا كنا كنقول لها راه السرطان انتشر لك في الدات ديالك كامله، كنقول لها ان شاء الله دابا تولي لاباس. كتقول لي ما بقيتش كنحس برجلي وما بقيتش كنوض، ما كتقدرش حتى تنوض، كندوروها بشويه كنوقفوها بشويه. بطبيعه الحال مع البنت ديالها نوال، مع مشكورين الناس الطاقم الطبي ديال المستشفى العسكري الله يجازيهم بخير. وفي الاخر 3 ايام الاخر تدورت الحاله ديالها وشوفت معاه راجل تا فرندان بنت خوها، تا وفت معاه راجل، يعني راه خايجه كنحسبها راجل ومراه، ولكن الحلاوه فيها ظريفه حاضره الراس، زعما ما صحابش شفنا انا معفره علينا لا والو، وتحولت من هنا وكتصيفط لينا اللي ما تفضل كتساهم معنا فيه. الذكريات ديالهم كلها زوينه، ملي عشنا معاه وهي زوينه تا مات زوينه. نتفكروها ديما ما عمرنا ننساوها، خرجت خلات فينا واحد الكيه كبيره، بقات فينا بزاف، امتنا ومات وليداتنا. كانت مزيانه الله يعمرها دار، نكذبوا كانت معانا مزيانه، حنا كنا كاع دريات فاسخه وداك الشيء كنا نلعبوا، كنا كاع كانت مزيانه معانا مع الدرب. لا كتجي لا كانت شي حاجه ما كتحيدش من الدرب، تسمع شي حاجه في الدرب كتجي، واخا مشات تسمع شي موت ولا تسمع شي حاجه كتجي الله يرحمها، كتجي ماشي ما كتجيش. تلاقينا بحال هكا وداك الشيء، لا كانت عندهم تما شي حاجه كنمشيو عندهم، يعني واخا مشات بقات العلاقه زعما مزيانه معانا، بقات العلاقه مزيانه معاها الله يرحمها مسكين. والله يرحمها في هذا النهار، والله يثبتها عند سؤال. واش غنقول لك ماشي ضعفها المغرب كامل، ضعنا فيها حنا بعدا الاولين وضعفها المغرب كامل. شتي غنقدر نقول لك واحد الحاجه، مثلا بعض المرات كنا تنكونوا مريحين قدام التلفازون تنشوفوا خديجه البيضاويه فشي سهره، الغد الا تلاقيتي معها هنا جيت تسلم عليك وتعنقك ما تدوزكش بلا سلام، ما تدوزكش، يعني امراه متواضعه. يكفي هاد الذكريات، يكفي انها كانت تتوقف مع الناس كاملين في مرضهم في فرحهم في بزاف د الحوايج. هاد الذكريات راه ماشي سهله، ونتمناو لها الرحمه والمغفره في النار. لا خديجه كتخدم مع كل شيء، عزيزه على كل شيء، كتعامل مزيان مع كل شيء، لدرجه ان رشتوا هاد الناس اللي جاوا، وملي كانت مريضه الناس اللي تفاعلوا مع المرض ديالها والناس اللي جاوا عندها والناس اللي وقفوا معها، كتعرف ان انسان راه محبوب عند الجميع وكل شيء كيبغيه. ولا حول ولا قوه الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون. شكرا.